يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، الإسكندرية 18-13، مطروح 20-12، بورسعيد 19-12، والإسماعيلية 18-13. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 18 درجة والصغرى 14، العريش 20-13، طابة 22-14، شرم الشيخ 24-14، والغردقة 24-14. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 10، أسوان 25-12، الوادي الجديد 24-7، شلاتين 27-16، وأخيرا حلايب العظمى 24 درجة والصغرى 17. والآن نستعرض مع حضرتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.